دي البفتيك بتاعنا، اللحمة الشرايح مستوية على الاخر يا جماعة، جميلة. ونبدأ مع بعض الحلقة بتاعت اليوم. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ هنبدأ الحلقة النهاردة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة جايبة لحمة شرايح هنعملها مع بعض بفتيك. بنيه مش بفتيك. والوقت هنعملها ايه؟ بنجيب شاكوش بتاع اللحوم ده ونعمل الكيس كده وندب عليه دبة صغيرة مش كتير، بنموت الانسجة اللي جواه. احنا عاملين بقيتهم بالشاكوش يا جماعة، الشاكوش ده بيجي من عند بتاع من السوق. هنعمل دي كوباية دقيق، كوباية دقيق هنضربهم في الخلاط، نص كوباية من المية، اتنين بيضة، معلقتين اتنين نشا عشان تبقى خشن. يا ريت كله يصلي على النبي. الوقت هنعمل معانا ايه؟ كمون، كزبرة، السبع بهارات، توم باودر، بصل باودر، حاجات التوابل بتاعت البنيه، ونحط كله في الخلاط مع بعض مع الدقيق والبيض وهنضربهم ونرجع لكم. دلوقتي هنحط اللحمة، هنا يا حبايب قلبي. الخلطة بتاعتنا الجبارة والله يا جماعة، والله جميلة جميلة جميلة. ده الخلطة والبيض، ونسيبها ساعتين ثلاثة. ممكن انا الوقت الساعة 2 لسه هعملها معاكم على الفطار. كل ما تسيبها في التتبيلة اكتر وتحطها في التلاجة وتسيبيها هتبقى جميلة. ساعة الاكل هتحمرها على طول، واشكم واحنا بنحمرها. وكده الكفر الخارجي بتاعها بصمات متبلة على معلقتين نشا عشان تبقى المقرمشة لحتة اللحمة. اللحمة دي معلش يا جماعة دي لحمة هنعملها بنيه، هي لحمة البفتيك بس مش بفتيك عشان الغلطة اللي حصلت في اول الفيديو. دي لحمة بنيه شرايح كده زي البفتيك بالظبط، البفتيك حاجة واللحمة الشرايح حاجة. وكده هنتبلها مع بعض، هنعمل لها الكفر الخارجي مع بعض. والزيت بتاعنا بيسخن على النار، قطعتها حتت صغيرة عشان ما تبقاش كبيرة قوي. بتتبلها كده يا حبايب قلبي، بس هي طعمها جميل. ممكن تمشيها بفتيك بس هي دي لحمة الشرايح، ونقدمها مع مكرونة سباكيتا بالصلصة. كده المكرونة مسلوقة والصلصة على النار، كده يا حبايب قلبي زيتنا سخن على النار. وننزل بشرايح اللحمة، اللحمة البنيه واصل كده. هذا اللون بتاعنا يا جماعة، كده اللون بتاعنا الجميل. مش عايزين نغمق عن كده، ومهدية النار تحته على الاخر عشان يستوى مع حطه على ورق المطبخ. السفرة الطبلية بتاعتنا النهاية يا جماعة. فطرنا البفتيك بتاعنا مش بفتيك، هي لحمة شرايح محمرة بنيه، والمكرونة اللي سباكيتا حط عليها الصلصة والزيتون، وطبق بابا غنوج وعصير قمر الدين. وكده نختم حلقتنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله. وياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اشتراك في القناة وشير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.